رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وليوحان كل حجرنا كتابك حسن المسلم كأركارتي كتابك إيصن دعاء نباح الكلاب يا هدي أي قيليا بالليل هبينك وحي لقد حيصن لها إذا سمعتم بورنا النبي هتاد مقشان نباح الكلاب إيها قيل ذوذئي والنهيق الحمير ضمرك قيل ذي سب الليل هبنك فتعوذوا بالله إلهي مغنقل منهن حق وذوايا فإنهن أيغو يرين وحي أركين ما لا ترون وحذا أذنك أركين مني وحذا إذنك أجيذن أي أيغو أجيذن أي أركين معنا الشيطان قالوا لجيذا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم شيطانك قبيل ذي سمال إيسا إذنك كأركين أي إذنك أركا يمبوناي إلهي مركا أي قيل ذي سئي تميرك قيل ذي صلى ضرب إلهي أي لغا مغنقلا ديقا وعن صوت الماني حدي أو قيلي إلهي فضلك سوي ديست ملك أيو أركي دمير هدو قيلي فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا شيطان أيو مركا أركي دميرك إيغانا والله من سيدا درتد أي حديث أو حنات الماما يا دعانا إن لغو دعستو ومعناها لغو وضع إلهي لغم قال سبحانه وتعالى الدعاء دعاء يلي من سببته قفك العيسو مثلا قفك مسلم كا وحادعي كرتمرك قبل كميرا إني قلطات كدعان إني شدمئي أفلقا دنو عاسي كدعض قال صلى الله عليه وسلم الرسول كوحو يري اللهم إلهي فأيما مؤمني مؤمن والبأو سببته أن آيي فجعل ذلك وغادك أردت له أصدق قربة تواش إليك حقاك يوم القيامة ما لنت قيامها رسولك وحو نبرا يا دعادي أن كنت حيثا لين حدي شتمئي أفلقات أي نقد عذقف مسلم تحديد وحد هذا إلهي مؤمن والبا أفلقات أن قاسي إنو كوغسو دواذا مركا أغدك يوم القيامة ما لنت قيام وطواب أجر كسي ما يقول وعوده لها المسلم قفك مسلم كإذا مدح المسلم مركا أو مسلم أمانا يوم وحال ربطا إن قف أمانته سيد مركاته الله قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحوير إذا كان أحدكم أحدين هديء أهانا يمادحا قف أمانا يساحبه ساحبك سواء إنه إسكتا فهدو نافي ويو لا محالة شكل الآن أي نقطه أو لغا مرمي ويو فليقل هير هذا أحسب فلانا هبل والأم لينا يا والله حسيبه إلهي أي حسابه سهه إنه هبل في عن يهي أوقف في عن يهي أيام أحسابنا إلهي أي سرتي سؤك والله أزكي أؤمان ما يا على الله إلهي كركيس أحد أحد أن أمان يمجر أحسبه وأن أمالين يا إن كان واهدي يعلم أو يهي متكؤك ذاك سرا إنو يهي كذا وكذا أيو يهي دي إبل والله صاف يصاف إنو يهي أيان أمالين يا وأحسبه إن أدبرك النهضو إلهي بحسيبه سا إلهي أحد أن أمان يمجر سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نبدينا الطاهرين الإلهي أي يقان قفك تقيقة أي عبسنا مركاق السعودي إلهي أسقى مركا يقان سيدا درت قفك إنو قفك لأمان وممنوع هدي لغا ممارمان أي نقطة قفك إن لأمان مئه سكر حالته أي نقويسو والله هب القفك عن إنو يهانو أركاني إلهي بس حسيبه سا ما يقول المسلم مسلم كوحوته لها إذا زكي هدي لتسكييو هذه الأمانة والله أمانة تنهيسة ما أنت أمانة وحاك قادنا كبير إسلوين اللهم لا تؤاخذني به إلهها إقبر بما يقولون وعيابها أي إلهيا أم أي كحطليا واغفر لي إذا ما لا يعلمون وحيسا إذا أغي وجعلني خيرا مما يظنون
خير إيجا دقوحي إيجا ملينا يا مالها أي إي ملينا يا خير إيجا دق إي دنبي داف دبديق أنسميو إيكو إيسان أغين أو إيكو كور أمانا يا سيدا أيو قفكو نها حدي مركا الله أمانا اللهم لا تؤاخذني إلهي يوها إيقبان بما يقولون وحأيكو قوليا واغفر لي ما لا يعلمون وحيسن أغين إيغا طاف وجعلني إيغي الخيرا مما يظنون وحي إيما لينا يان كيف يلبي سليب قتل بيسن يا المحرم وفق محرم كافي الحج أو الأمرة حجك إي عمره عمرها تلبية لوبها لأهانت إذا تدك قبل كبيرة مكبرة رفسنة إلا بيك لأخرنا يا عمرها مرقل عمري سنة يوالا تلبية سنة وحرناها هاي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كو أجيبي إلهي اللهم إلهي لبيك وكو أجيبي لبيك أجيبت أيك أجيبي إلهي لا شريك لك وعشركي أوك وصرناضي مجرى لبيك واكو مغلو واكو أطيح واكو أجيبي إن الحمد مهدئي والنعمة نمعب لك أذيقي كوصرناتي والملك ملك بلا شريك لك وعشركي أوك وصرناضي مجرى قفك مركو حجينا يأو عمري سراي ساسو تلبيذ أو أخرنا أفك وإنو حجك حرتا عمرنا حستا لبيك حجد أما لبيك عمر إلهي عمر أيان حرتي أنك أجيبي مركا كذب لبيك اللهم لبيك أغري لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك المرواقي كرتا مركا أدعاد عمري سنيسو أما حجك قفك إنو كعن علية البيضة لوبا هيهي إلا لغا غارة مالتا إلا لغا غارة نغح تورتا ولو عيدين عرف مركا لغا صوتا أي تلبيادو كوضا ولو عيدين نغح حانتا تورشاد إذا صباح دي مركا لغاري كو إيسا الله أكبر إسكو بدل إيسا مالتا عيدا أو تكبيرتا لأخرنا سيد إله تلمامي سبحانه وتعالى مع ذلك تكبيرتا مالتا عيدا ساسي كوب اللابتا مالتا طبناتك مركا عمرنا حيرتا أول لبيكتا آت أخرصو ورب سيسو عنيسا عمرضا ذات آذيسا عمرضا عمل بضان معها وحلقا ربا إتادا بحين إنا تشرددا قوطة هذا إلهي اللهم إني اللهم إنما حلي إلهي مكانك أنكو حلالوغا يواميشات يوحبستو سيدا هداد هذا أولئبكو قدعو أما اللقو سوء إليو أما أجرتو أما عمرضا إيكو سوء ويسو وادسكسو نقونيسا تمها جرانيسا وحكا فاربود أما هدي أولقا ربا ملاها أما قفك هدو شرطك أخرين وايو ويدو حج عمر حرتو عمر ذا آدو كقضال أيضا عدا إلا سوئليو أما سي قفك ودي لها أوايو وحا كركي سنقوني سكفار قد أما هدي سيد إلهي تلمامي واتم الحج والعمرة لله حجك إي عمر ذا إلهي أطام يا لبوضاي إلهي فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي هذا الذي حباس أجدك الذي كسر نقا أم أدبكتان أم أدادي ويسان إلا أن تطبعنا أنت إرك حرتان إسكتك إن قفك وذي وايان أم لبك لمركا قدعا أدو قفك شرطك أخرين واي وحالك الربا نيف إنو مركا بتحيو لقيتان كاترك أو لقيت درتين حشر ديغا قطر مركا تكتا حربك وعدك بالله بيسا طوافك لبرك عضوط أو صنع أهملها سيدك مساجد در أوكالي إلا أن أحاديثت وحي تلمامان بيتك أما كعبضة صحيت مسجد كي سوا طوافك أدو قفك طوافة ويككا في نيسا حج أسود كوك بالله قفك وطوافة يا تضوامر إن الله لا إنت أحدك أو طوافة يا وحالك الربا إنو طاهر أهذا أما ويسقبه دمر قديك عدد قبا كم ممنوع إني حربك طوافات أما هدي حجنايا ولو أقولي أعمالها كلا إني قبطان سيدة أحطورتك عرفة مزدلفة إيوحي مركا لمدأ حرمك ممنوع أيوكي هاي ناك أمول أه أما ناك متقانا أه ديك عدد قبطان إما إنت كلاوالو أقول يأي أيغو طاهر رسول كوحو يري صلاة أو كلاواي أي أشر ديا يانا لطواف أحد كأسغو عريان أما قاوان قبلها وحي كو طواف كران نر الله لنر كي قبان مذبكو ربها أهذا وحكا ممنوع مجر داقيلي نر كهوس لغا قاطو إي كو وكور لبضبا نر عد عد أهنا أمقو أن الضمر كي وكا ممنوع ولي كراهي أي أيغو نر كي عد عد كأه أما قبلها وحال لغو أمانا مركا كسو هاري عدانك
waxaad arkaysaa naagaha badankooda dhar cadaan inay ku dawaafaan waa shay mamnuuca dhar kasta ee labisa ayay qaadan kartaa oo jilbaab ah wejiga inay xirtaan iyo gacmaha ayaa ka mamnuuca dumarka ilaa rag ajaaniba inay arkaynin maahane hadday rag ajaaniba arkayaan wejiga waa daboolan karaan laakiin weji xirka madaxa ku dhega iyo wejigaa ka mamnuuca caaisha waxay tiri haddii aan ahayn nebiga annagoo la xajinayna rugbaan iyo rag haddayna soo maraan wejigeena waxaan ku soo raaricin jirnay jilbaabta iyo dharka aan markaa wadanee weji xirka ah waxaa la rabaa madaxa mid ku dheggan oo kor laga soo laalaadiyo sida daahoo kale wejiga ugu soo noqonaya inuu ahaado ama dharka wejiga ku dhegaya mamnuuc ayuu ka yahay dumarka markay tawaafayaan amay xumraysanayaan amay xajinayaan intaa ka gadaal qofku waa tawaafa dumar rag waxay ku xarmanayaan dharka tolan oo dhan ayaa ka mamnuuca laba go oo cadcad ah ilaa in la waayo maahane sidaa darteed marka la dawaafaayo oo rag la gaaro meesha xajda aswadka ugu horayntii qofku waa ishaara hadduu taabto uu shumiyo rasuulkaa samayn jiray cumar ibni khitaab ayaa xaji aswadka shumiyey markaasuu dhahay waa ogahay dhagax inaad tahay waxna ma ii dhibi kartid waxna ma igu anfici kartid laakiin nebigan arkoo ku shuminaya maahana maa qabatuka ma uu ku shumiyan buu dhahay intaan aad iga heshay waad nebigan ku dayanaa sala allahu calayhi wasalam taasoo markaa tilmaamay arrintaasaa markaa loola jeedaa haddii qofku uu awoodi waayey inuu isku dhibo ma aha gacanta ku ishaar allahu akbar dheh qofku waa tawaafaa duco alla ducaduu rabo ku ducaysanaa duco qaasa ma jiro af soomaali ku ducayso af kale ku ducayso af carabi kulli ilaahi waa yaqaanaa subxaana wa tacaala sidaa darteed waa tawaafaysaa toddoba mar markuu dhammeeyo qofku waa inuu ku tukadaa maqaamu ibraahim gadaashiisa laba rakacadood ilaahi baa yidhi waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla maqaamu ibraahim meel lagu tugto ka dhigta haddii zaxmay tahay oo meel kale aad weysan meel kastoo ka mida ayaad ku tukan kartaa dhibaata ma laha rakacada koowaad waxaad ku akhrinaysaa faatixa iyo qul yahal kaafiruun rakacada labaad faatixa iyo qul huwalle taa waxaa loola jeedaa shirki la'aan waayo sanad 360 asnaama lagu caabudi jiray kacbada maanta wixii ka dambaysa ma jiray qul huwa allaahu axad allaahu samad waa aayadaha tilmaanta ilaah iyo sifooyinka tilmaama intaa ka gadaal waxaad aadaysaa safa iyo marwa waa tawaafaysaa safa ka bilow marwa ku xiji sidaa ayaa la yeelaa rukniga hoos markuu usoo dega axad koowaadiga uu yimaada labada lambee cagaaran qofku waa ordaa raggaa ordee dumarka orodku waa ka mamnuuc sidaa darteed toddobada markaad dhammayso qofku waa gaabsanaa ama waa xiranaa labada xaaladba dumarku ayagu waa inay gaabsadaan keliya oo xirasho korkooda maa cimrada intaasay ku eg tahay sidaa darteed labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka attakbiiru takbiirtii waaye idaa ataa qofku hadduu yimaado arukn alaswada rukniga aswadka ah rukn alaswad waxaa loola jeedaa meesha hadda aan tilmaanay marka uu tawaafaayo waa meesha calaamada uu ka bilowda tawaafka taafa annabiyu nebiga wuu tawaafay sala allahu calayhi wasalam bilbeyti beytka ayuu tawaafay calaa baxiirin asagoo rati saaran kullamaa ata rukna mar kasta oo rukniga uu yimaado iyo xajru aswadka ashaara ilayhi bishay-in shay ayuu ku tilmaami jiray cinda wagtiisa ahaaday wakabbara uuna kibaaranayay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa laga qaadanaa rasuulka inuu beyt ka tawaafay asagoo baxiir ama rati saaran qofku waa ku tawaafi karaa asagoo sariirta saas loogu wado mashaakil markaa kuma sugna laakiin mar walba oo rukniga yimaado ul haddaad haysato ku tilmaan haddaadan haysan gacantaada ku ishaar allaahu akbarna dheh adducaau bayna rukna alyamaaniy waalxajar alaswadi rugnulyamaaniga iyo xajru aswadka inta u dhexaysa wixii lagula duxaysan lahaa rugnulyanaani waxaa loola jeedaa meesha maqaamu ibraahim markaad sii dhaafto oo xaji ismaaciil aad dhaafto dhanka kale aad ku soo wareegato oo aad u soo dhowdahay meesha xajru aswadka dhinaca ayaa la yidhaahdaa rugnulyanaani meesha ayaa markaa loola jeedaa mar kastoo meesha qofka uu yimaado wuxuu dhahayaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaari rabbiyow nasii adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan cadaabka xanuunka badana naga ilaali ducaaulwuquufi wuquufka ducadiisa waayo cala asafaa waalmarwata safa iyo marwa marka aad korto iyo markaad u dhowaato waxaad dhihi lahayd lamaa dana sala allahu calayhi wasalam markuu u dhowaaday nebiga min asafaa qara'a wuxuu akhriyey aayadda suuratulbaqara ku jirto ah ina asafaa waalmarwata min shacaa'iri illaahi
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان الصفا ومركا صفا سيكوري ربطو اذي وذكوري مركا سعدك طميسو بل حتى سيكوري ربطو اغري آيات. ان الصفا بورت الصفا والمروة بورت مروة من شعائر الله بكمده علامات كإله. فمن حج البيت وفي بيتك حجنا يا او اعتمر ام عمريصنا يا فلا جناح عليه كركي سدم بما يطوف بهما. إنه كطواف ومن تطوع خيرا أركي خير فتصدف إن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به رسولك يحير وحان كبلابا يكو إلهي كبلابا إلى محو كبلابا. إن الصفا والمروة صفو كبلابا إن المروة والصفا مدهن وحد كبلابا آيات سي كبلابا. إن الصفا فبدأ بالصفا صفاء يكبل الله بنبيك فرقي عليه وكري حتى رأى البيت مركا صفا كورت سمركي هكسو تجي كور أسي سوى إلا بيت أكأر سوى كعبده. فاستقبل القبلة قبلة أيو قابلي فوحد الله إله أيو وحيدي محاوى إله أبو وحيدي ولا إله إلا الله أيو يري وكبره وويني. وقال وحو يري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عند أساد أقرين إسامركا قرؤسي كرته لا إله إلا الله وحده أنجز أفلي يبوهي سوعده وعدي سيبوهي سيفلي ونصر عبده أدوكي سيأكرقاري وهزم الأحزاب حسبيوينك إجمعوينك وحده كلجيس جبيي. ثم كبعد دعا وكنت حسن النبي بين ذلك كبينك إذا قال مثل هذا سداس أيوكع العلي ثلاث مرات الحديث وبيه حديثك وعكود حجري. ففعل وكسمي نبي على المروة بورت مروة كما فعل على الصفاء سري صفاء وكسمي. أوكي الدعاء دعاء يوم عرفة عرفة مالنت حجك يوم عرفة ومالنت أغبضا إلهي أضوم أولار كحري سبحانه وتعالى. إذا درت يوم عرفة ومالين عجيب بضا يوم عرفة ومالين إلهي إنتو إسو صغر حي أدومدي سأسو نواناي ملايبكو كلفا تما في ري أيو لي أدومدي هل برقو قاس أي وطا أمير كودة إيكا لوطا لي طما وودا جوغا غني كودة إي فقير كودة وحا كم وقت أغبر إي أشعق وحي كيمدين من كل فج عميق طما طو برقاس إيكا نغضى ملايكي إنتي عرفتاك إن دبك أطافي أيوتها إلى سبحانه وتعالى. خير الدعاء دعاء مدى أخير بنا ودعاء يوم عرفة عرفة ما لنت دعاء لك دعستو. وخير ما قلت وحي أن إري أنا أنيك إيو النبيون نبياشي أو من قبل إيوه رسمتك أخير بنا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انت ساعرف اللي قلت عيسى وحلا لا وحد دونتو اضم ادون يمد اقرن وويدي سنسى الهي. الذكر عند المشعر الحرام مشعر الحرام كأكتي سوحي اله الله ولا حسي لها مشعر الحرام كنت يواي مال انت عرف اي طماطه ورحنا مركي نعضا لك صوتك صلاة مغرب كان لمتو كان يا مالنتا او مستلفا الله جمعنا ورحنا مركي دعدا تبكى عرفة وكسو دقاقا يا مستلفا الله ايمانا وهبين كتبانات كا مغرب كي عشاها ماشا الله جمعنا والله سيحنا هبين كتبانات كا نبي ايو ايو سيحني الى امبريوا يوم حج الاكبر مالنتا حج كوين او هول بدنا لقبنا بقحيا لطورنا حولا لقلا مضحيا لحيرنا طواف الافاضة لسمينا يوم مالنتا تبانات ومالنتا عمل وين مركا لا قبانايو سيدا دبتي دقسو اسكسي حنجري نبيغا هبينك طبانات كا مركا صلاة الصبح لو سو كعوا لتوكينا ومركا او امتقانا صلاة الصبح او نشو دقس ايو اتوكين جري نبيغا. مع ذلك ماشا ايو قفكو جوغا والاقا سو دقاقا انتو دقعانتا كسو قاتو وحو ايمانا يا مشعر الحرام كسيد اله المامي سبحانه وتعالى. عند واذكر الله عند المشعر الحرام مشعر الحرام كأكتيس إلهي كحس ومركب مستلفا لك صوته مر على مركب مستلفا لك صوته ما مالنت طبناتك ونك حانت تورشدي إذا الله سي سعود واجه مركب بريو صلاة الصبح لسود دكتا لك صوت دقاقا مستلفا
وحكاهر إمامي ماشى لقوم مجعاب وادي بطن محصر وماشي مرودياش اللي وحبسي مركي تمعين إني كعبد كو ويراران أي ماشي إلهي أقصو تري طيرا أبابيلا شمبرو أو كوح كوحا ماشى مركاتي ماذا هفتي سنين من اللي استاغ أرضا لقوم مرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينو إيمان دونتا ما استاغن إسنا مركي وقود بي ماشى دادات أركي سامانتا بطن محصر كإسكجي جيفا وماشي ذاتك لغو هلاقي شيء ما منو عهوى يا مركب بطل محصر كأد قدوب تمشع الحرام كفحيقة ماشا ساد إيماني سا ماشا إلهي لغطوغا إلا واغا وحوك وغبريو ورحضة أي صوب بحضو مركا ككذالا لغا صوب دقاقا وعلى سوء هذا منو تقحتو رشضي وايا ركب صلى الله عليه وسلم نبي قوحو صوكري القصواء هشي في قصواء هيد حتى أتى المشعر الحرام إلا مشعران كأيمن فاستقبل القبلة قبلة أيو قابلي فدعاه ودعزتي وكبره إلى بويني الله أكبر بوضاي وهلله والتوحيد سدي ووحده ووحيدي فلم يزل كمزو للنبي صلى الله عليه وسلم واقفا إنه تقنانا يؤمش الحرام كحتى أصفر إلا أواقي كبري جدا سفي عنه أكبري مركة صلاة الصبح لسود دكتور مستلف لك سود تقي وعلى سود استاقي مش على الحرام ولا تقنانا إلهي الله قطوغا إلا واقع حوك أكبري ورحضا إسولي صابحين لكن إربط ديكا بعد أبقى ذكر تيسين درسين قرحنا ايسان صابحين فدفعوا صابحي قبل ان تطلع الشمس انت ايسان قرحنا صابحة لنكهر وعزو اذي ماشا لقو مقا عابا من ايطور شرطك حانتا التكبير والتكبير عند رمي الجمار مع كل حصات تلبيدي واقو اضي لقا حانتا اللي طورنا طيحك السمرك اللي طوري الله اكبر ان لطه ايانك قلينا ماشانا التكبير ان لطكبير سدا عند رمي الجمار جمارتي لقحانت الطورة شديدة أكتيدة مع كل حصاتي طيح كالسميع جيسا تضبط لقع انت المرقبة تضفرد سماءها ممنوع واي حالة نوع منك قديس مع ذلك نجح والبمركة الطورة الله أكبر مثل كلوا إنو كتب مرا ككلوا إنو كتب مرا لقحانت الطورة وإني أهالا نجح مثل فرق كلقو لذا أوكلو آد أيريا أم حمس كأوكل كاسا مركة الله قلت لك لي أما نجح وين إن أتقالت ممنوع dadka waxay u maleen sheeydaan inuu meesha fadhiyo marka todoba dhagax dhamaata dadka qaar kood inay kab soo qaataan lacnatullah sheeydaan ahna noo casbahay wax kama jira arintan todoba dhagax kaliya ku tuuro dhagax kasta marka tuureysa allahu akbar de wax kale lagu dirsaday malaha yukabbiru qofku waa kibaarana kullama rama marka soo tuuraya bi xasaatin dhagax indal jimaari jimaarta athalaathati ee saddexda agtooda saddex jimaar waay ama waa saddex jabal inta la tuuro waa saddex buuro مالنت طبانات كا ومالنت ايدي هل جمرات بس على طورنا وجمرة الكبرى اما جمرة العقبة تضبط يحكون فواك تجي سوا مالنت طبانات كا ماذا حاجة حيراني صحولة قلي صحتي وحلق وقليه هتاطط حيقلي سحركة اذي سا طواف الزيار اما طواف الافاضة طوافي سا منت قصور نقوني سا هبينك كوهي طبانات منت سيحاني سا صباح ده قوي طبانات ساكي مشالي مركي عيد ده اهيد وحا لطورتي صبحي هوري لكن مالنت قوي طبانات بعد الظهر لطورنا تقحانتا سدحي نقونا انبورتا يركب بلو تدحكو حيجي تي شالي او اد كتورتو وينيل واقدم بيسا مالنت قوي طبانات كا مالنت الله بي طبانات ساسو كالي مالنت الله بي طبانات قفكو هدو طورتو وحا قبنا انو اسكسو بحك رسيد الهي يري فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لو ما المطفى كسر تكتج فلا إثم عليه وحقبنا إن سجكتو ما لنت سدحي طبنات أدنى الصوت ورطو فمن تأخر فلا إثم عليه وفي تأخر سدحي طبن سوسجا وهذا إنتو جمرات كصوت ورط إسكسر بع فلا إثم عليه بولا إلهي لمن اتقى للرعسي تأخر كفضل بدن معناها لكن لبدا حالته ويبنات جمار الثلاثي ثم يتقدم كتبه هرمر يا قفك ويقف واستاجيا يدعو ويدعو الى ابو طوقا مستقبل القبلة اسوى قبلة قابلة رافعا يديه قعمي سكر اتاجيا بعد الجمرة جمرة كتب الاولى ايهوري والثانية اللبات اما جمرة العقبة جمرة العقبة بورتوين فيرميها وطور يا قفك ويكبر وكبارنا عند كل حصات طيح كستأكتيسا وينصرف واسكسر كدوما يا ولا يقف عندها أكتئذ لما استاجايو
مالين تطبنات مركب بورطة لطورت الدعادة مجد واسك صوب بحيسا مالين تكوب يطبنا سد حواي تنير مركب طورة قبلة قابل إلهي باري تنبحتك هدنا تطور نقع كنفو قبلة أسوى قابل انت تطبق عيير قد كصوب بحضو ميل بنان إمو قبلة أجلس إلهي تو كتك هدنا وحير كدي جمرة أقدم بيسي سد حاب طورة وجمرة العقبة أكتر إستاق واسك صوب بقاطي سام معنا سدح ذا مال موت أما الله وضع مال موت أوضن بصاصة الليلة دعاء التعجل والأمر الصالح وحكاية بي مركات أركتي أمر فضوك وحطه الليل سبحان الله الله أكبر لبداك لده سبحان الله أفك وإنو أفكي سعادة أغقبه وحو البقفك وإنو سبحان الله يره ذا ددك قبل كمذا هالقبس أي إليه قفو البوحواء هالقبس ألا أبوه ألا أبوه بأيك وحيا بلا مدعى وحافي عن قفك هذا لذا في عن إنو كدك فئو عاذب أما أفكي سأو هالقبس أغلقه سبحان الله الله أكبر الحمد لله إيوحي مركا لمدعى ما يفعل من أتاه أمر يسره وحو سمين لها قفك أمر فرح قلي أيمن كان النبي نبي قوحو أها صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر أمر هدوئي ماذا يسره أو كفرح أو أما سيسر به فرح قليناي خر ساجدا سجد لدى أجري شكرا لله تعالى شكرا لله إلهي شكرا دبتي تبارك خيرك سبطي وتعالى سري مر على الله وكفرحي هدوئي ماذا رسولك وسجود جدي صلى الله عليه وسلم سجود أيو سمين جرمان تقيلاتا بحنا قفك سكرير تكت ابن أول لبود بودا عيارا لسمينيا وحيابا نوع عسى أرن فرحسنا دي نوت ماضو أرن نوع عسى لسمينا رسول كان ودجيتا شكر أيو إلهي ولطع سجود وسجودا وحالكم مقعابا سجود شكر انت ما يقول من أحس وجعا في جسده قفك جسد كي سحنون كتر يموح السمين لها ميلا كحنون طي محاسا مينيسا مركور مقوبيسا وحيابك لما قصة ميني تختار كما تجينيسا ميا ضع يدك قعنتا بصار على الذي ميشا كورك إذا تألم كحنون يسعو من جسدك جسد كاغا كمذا وقل له بسم الله ثلاثة سد حمر وقل له سبع مرات تطب مرنا أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وارسني سائل الإلهي سد حمر بسم الله له تطور نعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله إلهي أيان مجنجل وقدرتي قدرتي من شر ما أجد وشرت أن هلا يحنون كذي وأحاذر فأسن إلهي كم مجنجل دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينيه قفكي كعب صدا إن به سؤو وحكو أصيبه وحي مركة أو له لها إذا رأى أحدكم إلى عيوم الناس وشيء لبلا وعلو بهاي دتك وحيومه أما دتك وحركه أما شيء في عن مركي أركان إني آدي أولد ذالان خير إيا وناغن إي مركا كهضلان ساسا مركا لربا قفك مركا شيء في عن كو أركتو ادعي وإن تهضى ما شاء الله يهضل مركا لمنها عنو يرى لقالت أركيسا مع ذلك سي المه أكرم أن أكري تقسكري أما ستقصص عناية تدقوا ككر هالله كان في ريه يوحيابا لمدعا حالة النوع اسممنوع ويقفك الشيء هتاتك أردته وإن الإله مهدي سأصى من سؤونة عيسو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ساسا مركا لرهده إذا رأى هدو أركا حدك وحكين من أخيه ولالكي أو من نفسه أما نفسته سأو من مالي أما مالكي سما يعجبه وحكى عجب جليا تكانوا فرطو وحيرا أصارنا تضوما المدكد والآت تكاكي أكعي فليدعو له بالبركة بركة أكدعية والذي حتى ومعنت مع لسه كدعية أو خير إيواناك إلا لسه كبريا نغو البانيك كلا أمر بإنو خير إيواناك يارو مع ذلك ولالك أتمني وطيدتك طهان ولالك خير أكدعية هرتس أدشيدي مركز إذا أدفت فليدعو له بالبركة فإن العين حق إشو حق بوضي نبيك صلى الله عليه وسلم إيش حقوى يسيرا دردد وحالو باهن يهي ددك إن آدي آلو دلالو قير مرك الله عركي وحنو عاسا إن إلهي لو عدي يقولي راد ما شاء الله ساسا مرك في عن ما يقول عند الفزع أرقك حأبت سوحي لديه لها لا إله إلا الله إلهي ميه إله كلمة جرد حقن من لقو عابد ما يقول عند الذبح أو النحر مركة وحل قو رعاي أما مركة وحل نحرنا يواسك معنى نويهين لكن نحرق انت بدا وحالو استعمالا قيلة
فصلي لربك وانحر وارنو إلى إنجيل سيد عادق ملو قلي والرنو ومع ذلك أسقو تاقن أيام الله قلا إنت لق لك حيره سيدا درتين أيا وحالو باعيها يقفك مركو وحقو رعايو أما أو وحقلا يوحوته لها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني جيني وحلو قلا مانت بورنا لو قلا حولا قاركو بسك وابنبا اللي قول ليه قاستن ناقا بورنا سمائي كو وحلا قاقيئي بسك نمم اللي قوم مقا عاوه تفسير كان قصة مرني وأنعام لم يذكر اسم الله عليها ومقا حولا أي جر إلهي مقعيس أن لقو قلين افتراء على الله إلهي بقى لقو بين أبورنا جيني بسك واسنبا اللي قول ليه وأرين إبضا مع ذلك وحال الربا وحكست اللي قال يا بسم الله والله أكبر اللهم إلهي يومك حقاقي أهاتي ولك أدينا قوسك ناتي اللهم إلهي يتقبل مني إيجا أقبل لي وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.